دموع المتسابق الكيني يوم أمس تحركت لها القلوب وذرفت لها العيون وأضفت جوا من الخشوع على جميع الحاضرين، واستشعر الجميع عظمة القرآن، كيف يتأثر به من لا يعرف كلمة واحدة باللغة العربية. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ما شاء الله، أبكى الكثير مع إنه لا يفهم الكثير من العربية، وما شاء الله يقرأ القرآن ويتدبر معانيه، وعندما يصل إلى سورة العذاب يبكي، وحتى قال في الأوتيل عندما يقرأ القرآن ويوصل إلى آيات العذاب لا يقدر أن يكمل، يتأثر جيدا، يتدبر القرآن جيدا. من خلال متابعتي للقارئ الكيني طبعا تأثرت تأثر كبير جدا، لدرجة أن القاعة بكبرها تأثرت يعني بقراءته، حتى أني مثلا انتظرت اليوم الثاني للمشاهدة في التلفزيون من جديد، يعني نتيجة إن قراءته الحمد لله كانت كويسة وتأثر كبير بي الحمد لله.